قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قد يكون هنا قد يستشكل هنا شيء، كيف هنا أثنى يوسف عليه الصلاة والسلام على نفسه وسأل الإمارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. لا، هذا أمر يختلف عن حديث عبد الرحمن بن سمرة. لماذا؟ لأن العلماء يستدلون بهذه الآية على أن طلب الولاية المنهي عنه إذا كان لطلب لشيء في الدنيا أو طلب الجاه والسلطان، وهو يعلم أن هناك من هو أولى منه، فهو داخل في حديث عبد الرحمن بن سمرة، لأن كان في زمان عبد الرحمن بن سمرة من هو أولى من عبد الرحمن بن سمرة. ما تسألش الإمارة، لأن في من هو أولى منك. أما يوسف عليه السلام هذا كان يسأل هذا لمصلحة المسلمين. فإذا مسألة طلب الولاية إذا لم يكن هناك أهل، إذا لم يكن هناك أهلا لها، وهو كان بيرجو مصالح المسلمين ولا يرجو رفعة في الدنيا ولا نحو ذلك، ففي هذه الحالة الأمر جائز ويحمل النهي على إذا كان لدنيا أو إذا كان لجاه أو إذا كان يعلم من هو أولى منه في ذلك فلا يتقدم. يبقى الفرق بين هذا وبين ذاك.